المسافة التي تفصل بين خيمتي إلى أن نصل المدرسة هي 3 كيلومتر. أنا الأستاذ غازي الحسين، مهجر من ريف حلب الجنوبي، قرية رسم الصهريج، أعمل حاليا مدرس في مدرسة ابتدائية. المسافة التي تفصل بين خيمتي إلى أن نصل المدرسة هي 3 كيلومتر. أقوم وأسعى جاهدا لتأمين مثلا واسطة نقل لهؤلاء الطلاب لنقلهم إلى المدرسة، وأيضا المجيء بهم من المدرسة إلى هنا لصعوبة الطريق ومشقة الطريق على هؤلاء الأطفال الصغار. يرافقني من المخيم إلى المدرسة قرابة 25 طالبا، ما بين الصفوف موزعين من الصف الأول حتى الصف السادس. عوامل التركيب الطويل، عوامل التركيب الضوئي، أول عامل من عوامل التركيب الضوئي الصانعات الخضراء، الماء، ضوء الشمس، وآخر شيء وهذا واقعنا مسيرا، ذهاب إلى المدرسة مسيرا على الأقدام والمجيء نفس الأمر. الوضع في الشتاء سيء جدا، يعني هنا في الجو القارس وخاصة الصبير أو الثلج أو الرياح أو العواصف، يعني أغلبية الطلاب لا يذهبون إلى المدرسة بسبب هذا الجو، بسبب خطورة الطريق عندما تسير، والدنيا خاصة تكون ضباب، يعني لا تعرف أين تسير وكيف ستضمن حياة الطلاب. حلمي الأول أني أرجع على بلدي بسلام وبأمان، ونحسن يعني نأمن مستقبل هؤلاء الأطفال أيضا ما يضيع حقهم في التعليم. اسمي عائشة الحسين، عمري 13 سنة، من قرية من ريف حلب الجنوبي، قرية رسم الصهريج. بروح هاي الرحلة اليومية على المدرسة مشان أتعلم وبطمح لمستقبل قدام وعندي هدف أحققه. أحسنت يا عدي. أنت يروح قلبك إن شاء الله. وإيش كمان في جنب؟ اللحم الحمراء والأسماك. ترى النهار اللي بيصير ضباب ومطر ما بنقدر نروح، ما يعني منخاف من البرد وهيك، لأن المسافة كتير طويلة. نتمنى أنه يكون المدرسة أقرب، يكوننا ساكنين ببيوت والمدرسة هيك أنه يكون معمر حدنا أقرب علينا.